سماعات بلوتوث سوديو تولف. سوديو شركة سويدية عندها تشكيلة متنوعة من السماعات، وهنا عندهم سماعات بلوتوث دون أي أسلاك، يعني سماعات فولي وايرلس. داخل العلبة في عندنا علبة الأكسسوارات، وعندنا السماعات نفسهم. سماعتي بعلبة تعتبر علبة أنيقة، لأن هنا عندنا بلاستيك من نوع المطفي، يعني عليه ربر، عليه طبقة حماية ربر. السماعات موجودين في الداخل، تسكيرة تمام، ما راح يطيحون من العلبة، تسكيرة قوية. هنا عندنا مكان يعني إذا تربطونه بالجنطة أو شيء ثاني، للأسف إن هذا ما ينشال. شنو موجود بالأكسسوارات؟ كتيبات التعليمات، ما راح نقراهم. هنا عندنا سلك الشحن، وعندنا أكثر من رابر تيب، أكثر من مدخل لسماعة الأذن، يعتمد على حجم الأذن اللي عندك، تقدر تغير فيهم وتبدل كثر ما تبي. سلك اليو اس بي هنا للأسف سلك مايكرو يو اس بي. في الخلف عندنا لمبتين بالنسبة حق الشحن وبالنسبة حق الاقتران. مكتوب هنا حرف ال، وهنا مكتوب حرف ال ار، رايت ليفت. خلنا نلبسهم نشوف. بالنسبة للحجم، يعني انت لما تطلع من العلبة تحس ان الحجم كبير، بس وقت اللبس الحجم يعتبر تمام، وشكلهم ما يبين بالاذن، فهذا شيء زين. هنا في عندنا ازرار فيزيائية. الازرار هذه الشيء الجيد فيها ان فيها تحكم بالنسبة للصوت. اذا ضغط ضغطة واحدة على زر اليمين او اليسار راح يشغل او يوقف المقطع الصوتي او مقطع الفيديو اللي قاعد تشوفه. انزين، اذا ضغط ضغطتين على اليمين راح يجدم حق المقطع اللي بعده، ضغطتين على اليسار راح يرجع حق المقطع السابق. اذا ضغط ثلاث ضغطات على زر اليمين على السماعة اليمين راح يرفع مستوى الصوت، ثلاث ضغطات على زر اليسار راح يخفض من مستوى الصوت. اذا ضغط السماعتين مع بعض ضغط مطول راح يشغل المساعد الصوتي. السماعة ما فيها عزل للضوضاء، ما فيها noise cancellation, active noise cancellation، لكن لأن السماعة تدخل داخل الأذن ففيها passive noise cancellation اللي هو يعزل لك المنطقة المحيطة بالأذن نفسها، فمستوى الإزعاج أو مستوى الضوضاء اللي يدش داخل الأذن يعتبر أقل من السماعات الثانية. أيضا السماعة إذا شلتها من أذنك ورجعتها داخل العلبة الصوت ما راح يوقف، للأسف ما فيها الميزة هذه أنه يوقف الصوت، وإذا رجعتها مرة ثانية داخل الأذن راح يرجع الصوت مرة ثانية بشكل تلقائي، أو أنه راح يوقف بالنسبة حق الفيديو أو مقطع الصوت. بالنسبة حق مستوى الصوت وبالنسبة حق جودة الصوت فأنا أشوف أنه ممتازة. مستوى الصوت راح يصير جدا عالي، خصوصا إذا استخدمت ميزة رفع الصوت الموجودة في السماعة، بحيث أيضا أن الأشخاص اللي موجودين حواليني أيضا قاموا يقدرون يسمعون الصوت اللي قاعد أسمعه في السماعة. على حسب المواصفات من شركة سوديو المفروض أن أنت عندك استخدام لمدة 7 ساعات بالنسبة حق السماعة، وأيضاً العلبة تعطيك شحن لمدة استخدامين أو 3 استخدامات، يعني يعتبر عمر البطارية مقبول، خصوصاً بالنسبة حق حجم العلبة. العلبة حجمها ما يعتبر صغير، لكن يعتبر مقبول بالنسبة حق شكل السماعة وأيضاً طريقتها في الأذن. وإذا حبيتوا تطلبون أي شيء من موقع سوديو فعندهم توصيل حول العالم، وتقدرون تستخدمون كود الخصم الموجود في الأسفل. هذه سماعة تولف من شركة سوديو.